قبل حلول شهر رمضان بأيام، وهي الفترة التي عادة ما تكتظ فيها الأسواق المصرية بالمشترين، كانت المفاجأة ارتفاع أسعار معظم السلع نتيجة ارتفاع سعر الدولار وأيضا أسعار النفط بعد حرب أوكرانيا. فكيف تأثرت الأسواق المصرية؟ سنأخذ جولة لمعرفة حركة البيع والشراء بعد هذه التغييرات. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. انت عرف بيك. احمد صابر. اهلا. انت صاحب المحل هنا؟ اه. قول لي عادة قبل رمضان الفترة دي بيبقى ايه بقى؟ الناس بتشتري اكتر فاكهة وخضار وكده؟ هو عادة الناس بتبقى متعودة بتنزل بتشتري كتير طبعا، زي اي بيت بيستهلك طبعا خضار وفاكهة ومستلزمات البيت طبعا. بس دلوقتي يعني مع ارتفاع الاسعار طبعا السحب اقل. قول لي ارتفاع سعر الدولار الفترة الأخرانية دي بعد الحرب بتاعت أوكرانيا أثر على اللي أنت بتشتريه؟ يعني بقيت تشتري أقل؟ طبعا أثر طبعا، بقيت أشتري أقل. يعني بدل ما هجيب كيلو فاكهة هجيب 2 كيلو فاكهة، هجيب كيلو بدل ما هجيب كيلو طماطم هجيب نص كيلو، فلازم بيأثر. في حاجات بطلت تجيبها خالص؟ أكيد طبعا. زي إيه كده؟ يعني ممكن حاجات غالية ما أقدرش أجيبها، مش هعرف أجيبها، هجيب حاجات على قدي. بتعملي ايه مع ارتفاع الاسعار؟ لا ما هو اللي كل واحد بياخد على قد الاحتياج بتاعه. برضه خلاص متعايشين مع الموقف، هنعمل ايه؟ مضطرين يعني غصب عننا. بس خفضنا اه صح من المشتريات بتاعتنا. يعني ممكن تقللي كميات ولا ممكن تستغني عن حاجات؟ الاثنين يعني، في حاجات احنا مثلا بنشتريها بنحبها فدي ممكن نشتريها بنقلل منها الكميات، وفي حاجات احنا مش بناكلها اصلا فما بنشتريهاش اصلا. وفي محاولة لتخفيف أعباء هذه الأزمة أقامت الحكومة المصرية وبعض الأحزاب شوادر خاصة لبيع المنتجات الغذائية وأيضا مستلزمات رمضان بأسعار مخفضة. بعض السلع تعتبر أساسية بالنسبة للمصريين على مائدة رمضان، ومنها اليميش. يبدو أن ارتفاع السعر لم يؤثر بشكل كبير على الإقبال، ولكنه أثر على كمية المشتريات. السنة دي المحاصيل الزراعية اللي هي الفواكه المجففة اللي هي اليميش ارتفعت في بلادها، وارتفعت بنسب جامدة. يعني ارتفع مثلا في زي صنف زي المشمشية أو القراصية، دي تعتبر من أساسيات اليميش، ارتفعت في بلادها نفسها حوالي نسبة 40 أو 50% من سعرها عن السنة اللي فاتت. والله هو كل دلوقتي مثلا بياخد احتياجاته مش أكتر، محدش بيكتر، كله بياخد احتياجه، محدش بيحب يكتر.